إذا للوقوف عند التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينضم إلينا عبر سكايب من طول كرم الصحفي الفلسطيني معين شديد. أستاذ معين مرحبا بكم. يعني الاحتلال ما زال يستهدف المدنيين والأحياء السكنية وأيضا استهدف المخيمات بشكل عدواني سافر، ولكن ما الذي يجنيه الاحتلال من استهداف المدنيين أستاذ معين؟ يعني حتى اللحظة تتواصل المجازر في قطاع غزة، سواء في المدن في القطاع أو المخيمات، وتحديدا في المخيمات وفي الشمال وفي الجنوب، الكل مستهدف في هذا القطاع، الشجر والبشر والحجر. يعني هي سياسة القتل القائمة على العقيدة الصهيونية التي تدعو إلى قتل كل من هو ليس بيهودي، وهذا واضح من خلال مسيرة النضال الفلسطيني عندما يتم استهداف الفلسطيني في كل مكان بسبب وبدون سبب. عمليات القتل متواصلة هي محاولة لكسر الحاضنة الشعبية التي تحظى بها المقاومة الفلسطينية، ليس في قطاع غزة فحسب بل في الضفة الغربية. يتم استهداف المدنيين، يتم استهداف البنية التحتية، إحداث الخسائر الجسيمة التي حتى لو تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وحتى انسحاب الاحتلال من كافة مناطق قطاع غزة، فإن الأمر يبدو صعبا جدا أمام عملية إعادة الإعمار، وهذا ما يرهق المجتمع الدولي، ما يرهق السلطة الفلسطينية، ما يرهق السلطة في قطاع غزة، ما يرهق كافة الجهات ذات العلاقة من أجل تأمين احتياجات المواطن الفلسطيني في ظل حالة الدمار الشاملة، في ظل استهداف أكثر من 80% من منازل قطاع غزة، في ظل استهداف المدارس، في ظل استهداف المراكز الصحية، في ظل استهداف البلديات، في ظل استهداف رياض الأطفال، في ظل استهداف البنية التحتية. نتحدث عن أكثر من 40 مليون طن من الركام بحاجة هذه قطاع غزة إلى إزالتها من أجل البدء بعملية إعادة الإعمار. فبالتالي هو محاولة تسجيل صورة نصر، يمكن أن يعتقد جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال أنها بإمكانها من خلال عمليات القصف يمكن أن تطال قيادات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأيضا تدمير أكبر عدد ممكن من الأنفاق التي تقول أن قيادة المقاومة تتواجد بها وتدير معركة المقاومة من خلالها. فبالتالي هي محاولات إسرائيلية يائسة. حتى اللحظة نتحدث عن دخولنا الشهر العاشر من عمر هذا العدوان على قطاع غزة، فقط العنوان الرئيسي لما يجري هو تدمير كل ما هو موجود وكل كائنات قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أستاذ معين، صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أفادت في تقريرها تقول إن شدة القصف الإسرائيلي على غزة عادت إلى ما كانت عليه في بداية الحرب. بماذا تفسر ازدياد شدة القصف؟ يعني كان صرح رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه بالضغط العسكري يمكن أن يحقق شيء ما، وهي صورة النصر التي يبحث عنها بعد 10 أشهر. هو تلقى انتكاسات ولكمات وضربات قوية جدا من المقاومة في قطاع غزة، وأيضا يعني يحاول الوصول إلى الأسرى داخل هذه داخل قطاع غزة. فبالتالي هو يعني في وضع صعب جدا، وأيضا يحاول أن يخرج إلى الولايات المتحدة، وهو غدا سيتوجه إلى الولايات المتحدة لكي يقول لمجلس النواب ولصناع الرأي وصناع القرار في الولايات المتحدة أنني حققت انتصارا ما في هذا القطاع، في قطاع غزة، في الحرب ضد حماس وضد المقاومة الفلسطينية. هو يعني يبحث عن شيء غامض جدا، يحاول تبرير ما يجري في ظل التظاهرات العنيفة التي يشهدها الشارع الإسرائيلي، وفي ظل المطالبات أيضا بضرورة إبرام صفقة. بالمناسبة هو قبل قليل أنهى اجتماع مع قادة أجهزة الأمن وقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأعطى الضوء الأخضر
لوفد التفاوض للتوجه إلى الدوحة من أجل جولة جديدة من المفاوضات حول إبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية. يعني هذا التطور جاء قبل ساعات من توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا ندري كيف ستكون هذه الزيارة، خاصة في ظل الأنباء التي وردت قبل لحظات عن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتنحي عن السباق الرئاسي كمرشح للحزب الديمقراطي الأمريكي. فبالتالي يعني ربما تكون هذه الزيارة ليس كما أراد نتنياهو، خاصة أن المرحلة القادمة ربما يمكن اعتبارها بين مزدوجين، هي مرحلة انتقالية لجو بايدن حتى 5 نوفمبر موعد الانتخابات الأمريكية الرئاسية. الاحتلال يقر بقوة وصلابة مقاتلي كتائب القسام في معارك خان يونس في قطاع غزة، ولكن كيف صمد المقاومون في غزة على الرغم من الفارق الكبير سواء في العدد أو التسليح؟ يعني هي غزة، والتاريخ يذكر ووصف غزة بأنها قاهرة الأعداء، وهذه حقيقة تاريخية مؤكدة. لم يدم أي احتلال ولم يدم أي عدوان على هذا القطاع، فبالتالي المقاومة هي جهزت نفسها لمعركة كما أعلن قادتها، جهزوا أنفسهم لمعركة طويلة الأمد. وربما يعني يوميا يؤكد هذا الخبر وهذا الموضوع من خلال استدراج قوات الاحتلال ومن خلال نصب الكمائن. يعني هذا اليوم كانت هناك تقارير من جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم يواجهون صعوبات في التعامل مع المقاومة الفلسطينية التي تتخذ حتى من الركام كمائن لها تنصبها لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لا يعرفون من أين يخرج المقاوم الفلسطيني. هناك نتحدث عن ترسانة عسكرية كبيرة جدا، وأعتقد أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أخذت بالحسبان أن تطول هذه المدة، فبالتالي هناك ربما استخدام معين لأنواع معينة من الأسلحة حتى لو طالت الحرب بأشهر وسنين. نتحدث عن قطاع غزة الكثافة السكانية العالية جدا، وهي على كثافة سكانية في العالم، نتحدث عن الأنفاق، نتحدث عن زقاق المخيمات، فبالتالي هناك صعوبة بالغة في يواجهها جيش الاحتلال في غزة. ولا تنسى أيضا أن أهالي غزة هم من يملكون الأرض، هم من يتواجدون، فبالتالي المقاوم الفلسطيني في غزة يتواجد فوق الأرض وتحت الأرض بين الركام وفي المنازل وفي العمارات، يتم استدراج قوات الاحتلال ونصب الكمائن لها. وهذا ما أيضا ما أكدته الأحداث السابقة وحتى اعترافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك مقاومة عنيفة جدا في كل مكان تدخل إليه قوات الاحتلال، سواء بالدبابات أيضا بناقلات الجند، وشاهدنا كم عدد كبير من الدبابات تم إعطابها خلال عمليات المقاومة، وهذا ما اعترف به جيش الاحتلال مؤخرا أن أكثر من 500 دبابة تم إعطابها خلال المعارك التي شهدها قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك التي جرت سواء في الشمال أو الوسط. أستاذ معين، محكمة العدل الدولية طالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الوجود غير الشرعي للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. باعتقادكم هل سيكون لذلك أي تأثير على ما يجري اليوم في قطاع غزة؟ يعني هو قرار تاريخي، يعني يساند الموقف الفلسطيني منذ اللحظة الأولى للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في 4 حزيران عام 67، حيث التأكيد على لا شرعية لهذا الاحتلال ويجب إنهاء هذا الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس. فبالتالي هو قرار إنجاز كبير لشعبنا الفلسطيني، خاصة في ظل ما يعاني الآن وفي ظل هذا العدوان الواسع جاء هذا القرار. أعتقد أن القرار يعني يجب أن يخرج إلى حيز التنفيذ، كيف ومتى هذا السؤال الكبير الآن. يعني المجتمع الدولي غالبيته يؤيد المطالب المشروعة لشعبنا الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، ولكن كما هو معروف إسرائيل دائما تضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن، قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارات الهيئات المنبثقة عن الأمم
الأمم المتحدة، وأيضا لا تنسى المساندة الأمريكية اللامحدودة لدولة الاحتلال من خلال استخدام الفيتو بمجلس الأمن، وأيضا بالتهديدات بقطع المساعدات عن الفلسطينيين، باتخاذ إجراءات انتقامية. فبالتالي هو يعني حقيقة بحاجة إلى أن يخرج إلى حيز الوجود، والكل مطالب خاصة الذين يؤكدون على حل الدولتين أن يكون هناك تحرك دولي واسع وخاصة أوروبي وأمريكي من أجل إخراج هذه القرارات إلى حيز التنفيذ. للأسف الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس أعلنت أن هذا القرار يعني سابق لأوانه ولا يساهم في تحقيق حل الدولتين. لا ندري كيف يعني تم بهذا التصريح، فبالتالي هي تساند دولة الاحتلال التي عبرت عن رفضها لهذا القرار، بل وخرج متطرفيها وخاصة سموتريتش وبن غفير وقبلهم بنيامين نتنياهو رئيس دولة الاحتلال، رئيس وزراء دولة الاحتلال، للإقرار بأن هذه الأرض أرض الآباء والأجداد كما يدعون. وسموتريتش وبن غفير دعوا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وعلى الأراضي الفلسطينية. هي التعنت الإسرائيلي قائم حتى اللحظة، لكن لابد من تحرك دولي. ربما يساهم هذا القرار في ازدياد أعداد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية كما حدث مع النرويج وإيرلندا وإسبانيا في الفترة الأخيرة. أستاذ معين، في ظل ما يجري اليوم، كيف تتوقعون الأيام القادمة؟ هل نحن مقبلون على تهدئة أم ربما تصعيد أكبر؟ يعني حقيقة هذا السؤال صعب جدا الإجابة عليه، خاصة في ظل المماطلة الإسرائيلية في التوصل إلى صفقة وإلى قرار بوقف إطلاق النار، لأن قرار وقف إطلاق النار والعدوان من قبل دولة الاحتلال وخاصة وعلى رأس بنيامين نتنياهو وقرار بمثابة قرار انتحار سياسي له، هو لا يريد يعني حقيقة رغم ما يعلنه بين الحين والآخر عن إرسال الوفد وعودة الوفد وأيضا إجراء مشاورات بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار، حقيقة لا أثق بتصريحات نتنياهو ولا بالتصريحات يعني وزرائه. فبالتالي الأمور صعبة جدا، والقادم يعني هو غامض جدا، كافة الاحتمالات مفتوحة سواء بالتوصل إلى وقف إطلاق النار ولكن بشروط إسرائيلية ربما يتيح لهم عودة العدوان، وشاهدنا كيف في العدوان السابق في 2014 2022 2020 كيف كان ينقض الوعود وينقض ما يتم الاتفاق عليه ويعود ويكرر فتح جبهة مع قطاع غزة من خلال قصف الطائرات وأيضا استهداف المدنيين. فبالتالي هو يدرك أن عودة الرهائن تحت الضغط الشعبي مطلب شعبي وحتى من المؤسسة الأمنية، خاصة في ظل فتح جبهات لبنان وجبهة اليمن وجبهة العراق. فبالتالي هي إسرائيل يعني في ورطة كبيرة في هذه اللحظات تمر بها دولة الاحتلال الإسرائيلي. ربما يعني التخوف من اتساع نطاق الوضع والحرب في المنطقة، ربما وفي ظل ما يعانيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما يعني يساهم هذا الوضع في الخروج بصفقة ما ووقف لا ندري إن كان دائم أو مؤقت لوقف إطلاق النار. فبالتالي يعني أو أن تتسع الأمور وتفتح كافة الجبهات مع دولة الاحتلال، وهذا ما لا تتحمله دولة الاحتلال، خاصة في ظل ما قام به جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن قبل يومين باستهداف العاصمة السياسية والإدارية عبر سكايب من طول كريمة الصحفي الفلسطيني معين شديد، شكرا جزيلا لكم.